سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة فيل أخرى. قم بالضغط هنا على ضبط على تطبيقكم إيمو. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على نشاط الأصدقاء. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الأخرى. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل أخرى. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.